هذا يريد هذا الرجل؟ الذي يفعله هنا؟ ماذا حصل؟ هلم في جمع الحطب. لماذا يتكلم؟ ما الذي يريده؟ إن أبوا أن يخرجوا فيبايعوا. كيف يفعل؟ أحرقت عليهم البيت. هذا لا يعقل. ما الذي يريده؟ يا ابن أبي طالب، هل سيحرق البيت؟ افتح الباب، فإن لم تخرج وتدخل مع الناس لا أحرقن البيت بمن فيه. كيف يفعل؟ ماذا حصل لفاطمة؟ يا فاطمة، هذا لا يعقل. قولي لعلي ليخرج. ما الذي يحصل هنا؟ وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. هل سينشأ على ذلك؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يريده؟ ما الذي يقوله؟ ماذا حصل لفاطمة؟ أحرقوا دارها بمن فيها. ماذا حصل لفاطمة؟ إن في الدار فاطمة. وإن فأسندت ظهري إلى الجدار ورفست الباب حتى أحسست بكسر ضلعها وحتى نبت المسمار في صدرها فصاحت آه يا فضة إليك خذي وإلى صدرك سنديني فقد والله أسقط جنيني ورا البايب ورا الباب اختفت فاطم ولا ذات عصرها الماء له مروح ولا ذات يا خايب لا مجابلتك ولا ذات ذنب لجلة وسدها لبنيه.